مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا معكم وفي كل يوم حلقة من برنامجكم المميز في ذرى الذكريات. وفي ذرى ذكرياتنا اليوم نستضيف أو تستضيفنا شخصية جميلة جدا وتبوأت أعلى المراكز ووصلت إلى أن تكون رئيسة الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب. ويحبوا معي مع الشيخة حصة سعد العبد الله. الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح ابنة أمير دولة الكويت الرابع عشر. الشيخ سعد العبد الله سالم الصباح من زوجته الشيخة لطيفة الفهد سالم الصباح، حاصلة على ليسانس الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي ترأس الشركة الدولية لأعمال البترول، كما أنها رأست قسم البحث والتطوير للخدمات الطبية في المستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع في الكويت، وذلك حتى شهر مايو من عام 2001 ميلادية. ترأست أيضا لجنة مكافحة المخدرات بالجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع عام 1995 ميلادية، كما كانت نائبة رئيس اللجنة الكويتية لمكافحة المخدرات لعام 1996 ميلادية. ترأست أيضا المكتب التنفيذي للجنة الكويتية لمكافحة المخدرات منذ شهر مارس عام 1997 ميلادية، واختيرت رئيسا شرفيا للاتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الإدمان، وذلك منذ شهر نوفمبر عام 1996 إلى الآن. ترأست أيضا مجلس سيدات الأعمال العرب للدورة الأولى من عام 1999 ميلادية حتى عام 2002 ميلادية، واختيرت مرة أخرى رئيس لمجلس سيدات الأعمال العرب للدورة الثانية من عام 2002 ميلادية إلى عام 2006 ميلادية، كما ترأست وفد دولة الكويت في مؤتمر المرأة والسياسة بالجمهورية التونسية في مايو 2001، وعينت مستشار بمكتب وزير الدفاع في دولة الكويت في شهر مايو 2001، وهي ترأس المجلس النسائي العربي الإفريقي من سبتمبر عام 2002 ميلادية، وترأست وفد دولة الكويت لمؤتمر قمة المرأة العربية الثانية الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية في نوفمبر عام 2002 ميلادية، كرمت أكثر من مرة من قبل عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفي الخامس من أكتوبر من عام 2012 ميلادية انتخبت نائبا لرئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية. الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح امرأة كويتية حققت الكثير وتطمح إلى الأفضل. حياك الله شيخة. الله يحييك. حياك الله. يسلمك. احنا وايد سمعنا عنك ونسمع عنك، لكن انا ما توقعت انك الشخصية الجميلة، الشخصية الحبيبة، ويقولون لكل مجتهد نصيب وأيضا لكل مجتهد من اسمه نصيب. فاللي أعرف أنكم أربع زهرات لوالدنا الشيخ سعد. فحصة أمين لي حصة، اسم حصة سموني على عمتي حصة السالم، أخت عبد الله السالم. والنعم والنعم الله يرحمها. وكنتي مثلها؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا يعني مسيرتش طويلة ومن نشأتي، فأحب أعرف أو يعرف المشاهدين أول وين انولدتي؟
انولدت في شارق بيت يدي عبد الله السالم بيت العود سنه 50 شهر 8 4/8 حر رطوبه حر رطوبه مع تقول الوالده مع الفير حطاش بالطبق؟ والله ما ادري انا ما اتذكر بس عشت هناك 4 سنين وبعدين الوالد انتقل الى هذا البيت سويخ انتقلت افتكر بالستين او شيء من هذا بال 54 انتقل الى هذا البيت تمام انزين نشاطاتك بالبدايه المدرسه اللي دخلتي فيها طبعا كنت في روضه في مدرسه انجليزيه سنه 54 دخلنا هذه المدرسه وبعدين انتقلت الى مدرسه داخلي سنه 55 في بريطانيا كانت اول تجربه لي كان عمري 5 سنين 5 سنين رايحه بريطانيا؟ اي رايحه بروحك؟ لا مع الوالد والوالده وقرر الوالد ذاك انه يدخلنا مع اختي الله يرحمها مريم الى مدرسه داخلي الله يرحمها وطبعا بالنسبه لي كانت تجربه زينه بالنسبه لها ما كانت تحب الداخلي واصر الوالد انه يدخلها دخلنا مدرسه داخلي رجعنا بسبب حرب قناة السويس طلبوا البريطانيين انه كل 56 انه نرجع ورجعنا يعني معناته سنه واحده قعدتوا تقريبا سنه واحده شلون تجربتك السنه هذه؟ حبيتي هناك؟ حبيتي الاجواء؟ حبيتي اول شيء ما كنت اتكلم انجليزي ما اتذكر شلون تعلمت الانجليزي بس اتذكر انه من يوم لليله كنت اتكلم بطلاقه انجليزي وكانت مدرسه حلوه تجربه زينه كان فيها ركوب خيل وكانت يعني بالنسبة لي كانت تجربة إنه كانوا يسألوني أنتوا ساكنين في بيوت قال لهم لا أنا ساكنة في خيمة وبدل ولا أنت تقولي لهم أنا أقول لهم كنت إنه ساكنة في خيمة وبدل السيارة عندنا بعارين فبعدين طبعا رسمت لهم البيت اللي إحنا ساكنين فيه وعرفوا إنه لا إحنا ساكنين في بيوت وهذا كان بالنسبة لهم يعني أول مرة يشوفون بنات من الكويت فكنا مثل مستغربين انه هذه بس كانت تجربه جدا يعني وعلمتني كثير لدرجه انه كانت الناظره سالت الوالد هل تقدر تغسل شعرها؟ هل تقدر تحمل نفسها؟ يعني فاكرين انه يعني في ناس يغسلون لكم او نعم لا فكانت تجربه يعني بس كانت يعني طبعا فيها صعوبه انه التغرب عن الوطن الكويت عن الوطن وعن اهلي كانت صعبه انت تفتكرين ان هذه التجربه هذه هي اللي خلتك مثلا بعدين تعتمدين على نفسك وتروحين وتصيرين سيده اعمال والكلام هذا كله؟ لا والله انا كان عندي يدتي اللي هي اللي ربتني ربتنا يعني على الاتكال على النفس يعني كانت دائما تقولي من هي؟ يدتي ام امي اللي ربتنا فكان دائما تقولي لا تعتمدين على من هو ابوك اعتمدي على نفسك وكانت علمتني شغل البيت بعد والنعم يعني فيك وفي ابوك واحنا ابونا الشيخ سعد يعني طبعًا. الله يرحمه امير الكويت الراحل يعني كنا نشوف فيه يعني كل الكويتيين يشوفون فيه المثل الصارخ في العطاء نعم فما شاء الله لا اله الا الله يعني قدم هو وشفتوا يعني العطاء هذا كله منه فانتم مثل ما يقولون حاكيتوا في الموضوع هذا انت يعني ودي اسال سؤال كذي شويه خاص نعم يعني انتم اربع لا احنا خمس خمس بنات خمس ايه؟ منو تميلون له او الوالد منو اللي اكثر للاب او للام او مثلا ايش يقولون ابوك شي يحب فيك وش يحب في خواتك هذا السؤال كان يسالني اياه يدي عبد الله مين تحبين اكثر امك ولا ابوك فاحبهم اثنين هذا السؤال المحرج لا احبهم اثنين يعني اثنينهم تعلمت منهم الكثير ما فرق بس طبعا يقولون البنت تميل لابوها هذا صحيح يعني طبعا الوالد مكانته كبيره عندي في نفسي والوالده بس اتحيز شويه للوالد وهو شي يحب فيك قدرتي على الاستيعاب يعني انه دائما معتمد على نفسي كان يعتمد علي في اشياء كثيره احضر له اياهم في عزاء يعني دعواته دائما كنت انا يعني المشرفه على كل دعواته وعشاواته تحضير اي شيء كان يطلب تحضيره كنت انا دائما الاعتماد علي انا يعني انت بنت ابوها؟ اي بنت ابوها اصفق له شيء مشكوره زين في البدايات لما هو اعتقد انه كان يعني مثل ما سمعت كذي انك انت حبيبته انت يعني المفضله بينهم وكذي بس ابي اعرف شنو هي الوصايا اللي كان يعطيك اياها
الوالد لما تكونين معه؟ دائما كان يتكلم عن الثقة في النفس، دائما اعتمدي على نفسك، دائما ادرسي، اقري كثير، تعلمي لغات، يعني دائما خلي الثقة في نفسك، يعني دائما افتكري انه العطاء اللي اعطيتك اياه وتعلمتي مني هالنصائح المفروض انت تعطين حق اختك الكويتيه وتكونين قدوه لهم. فكان على هالاساس دائما انه يحاول يقوي من شخصيتنا دائما معاه، يعني حلو. وباين هذا. انا في بداياتك كسيده اعمال شلون بديتيها؟ شلون جتك الفكره؟ الفكره جتني انا تخرجت من كان غيبه طويله عن وطني الكويت مدة طويلة، وكنت طبعا ما كنت أعرف البنت الكويتية يعني الغياب هذا، ففكرت أنه أدخل مجال الأعمال ومجال الفاشن أنه أكون أتعرف على البنت الكويتية، يعني ما كان أنه هو عشان أعمال فقط، لا، لكن كان احتكاك مع البنت الكويتية، أشوف شنو مطلباتها، شنو رأيها، شنو احتكاك اليومي معاها، أود يعني أسوي صداقات يعني. فعلى هالاساس قنعت الوالد، يعني انه هو ما كان محل بيع وهذا، كان اكثر منه انه انا اتعرف على البنت الكويتيه من خلال هالمحل يعني. فكانت زياراتهم تاتي مرات بس لكوب شاي او التعرف علي، كانوا مرات انه يجون يشوفون هل صحيح انه بنت سعد العبد الله عندها محل وقاعده. فهالاساس بالسالميه. بالسالميه نعم. هذا اول مشروع كنت تفتحي؟ اي اي كان. تطور منه إلى سنة 99 استقينا مع سيدات أعمال في القاهرة وأسسنا مجلس سيدات أعمال العرب. نعود إليكم أعزائي المشاهدين في مع برنامجكم في درع الذكريات ومع الشخصية الجميلة والشيخة حصة. إحنا أنت مساء تكلمتي عن الوالد. إينا. والد الجميع، بس باختصار يعني الناس يعني شغوفين انهم ودهم يسمعون شلون كان حياته معاكم، شلون كان، لانه هو حياته مع الكويتيين نعرفه. نعم. حنان وابوه يعني زايده عن اللازم، فودنا نعرف هل هذه هي تنعكس من عكسه من البيت؟ شلون حياته معاكم؟ طبعا حياه مع الوالد يعني قبل ما اترك الكويت عمري 10 سنين، كان طبعا هو وقتها متخرج وياي من كليه الشرطه. إيه؟ وكون كليه الشرطه في الكويت. فكنت طبعا الصبح يعني قبل نقعد مبكر نشوف الوالد قاعد يلمعون البدله مالته، الزراير لازم تتلمع وكذي. إيه؟ ويعني يسلم عليه يكون هو لابس البدله والعقال، كان وقتها العقال وشعار دوله الكويت. فكان شيء يعني يونس ان نشوف ابوي بالبدله هذه. وطبعا نرجع من المدرسه نشوفه قبل الغداء نسلم عليه، طبعا هو وقتها ياخذ القيلوله، وبعدين العصر هم نشوفه بعد شويه. بس كان مشغول جدا يعني. يعني ما كان نقضي معاه ايام، يعني لما تخرجت ورجعت الكويت بعد غياب 14 سنة كنت أحاول كثر ما أقدر أقعد معاه، لأنه طيب بين شغله ورئيس وزراء وولي عهد يعني، كان وكان شديد علينا مش إيه يعني حنية مع الشدة. مع الشدة إيه دائما، يعني أنه كان صدق حنون، يعني يمكن أول مرة أشوف أبوي بدموع في عينه لما دخل عليه المستشفى شافني بين الحياة والموت. فأول مرة أشوف أبوي عيونه مغرغرة بالدم. شوفي شلون الشخصية هذه الهيبة هذه القلب يعني. فشفت الجانب الثاني الحنية اللي في، اللي كانوا الكويتيين يقولون أبوك حنون، شفت الحنان كله يومه. فبس كان طبعا كان حريص على مو انه كان شديد، حريص علينا انه نتميز ونتفوق. فكان دائما يعني التحدي تحدانا، يعني حتى لدرجة انه مرات كان يجيب الكتاب القاموس عربي انجليزي ويقول لي سأليني اسئلة يعني كلمات بالانجليزي اشوف هذا، دائما يعني عشان لا ينسى اللغة الانجليزية. ويسوي فيني انا نفس الشيء، كان يقول لي اكتبي لآلئ، طبعا ولا اعرف اكتب لآلئ ولا شيء. فكان وكان صاحب نكته ومع اصحابه يعني، وطبعا كنا نطلع معاه حداق وهو يسوق، لما نطلع معاه الشاليه الجليعه هو يسوق بنفسه، ما في سائق، الطراد والسياره. اي كان حداق ممتاز. احنا مستمتعين وايد الشيخه حصه،
أبيك تزيديني من هالكلام هذا ومن هالذكريات الحلوة الجميلة عن أميرنا الجن. ذكريات كثيرة يعني. يعني أنا قاعدة أشوفه وايد يعني كلوز معاكم، وايد حمي العلاقة حميمية مع العيال، مع أسرة جميلة. شنو أيه هو داي كانوا دائما يقولون يعني يخافون منه هو. يعني ناحية الشخصية عنده شخصية كان قوية هذا، لكن كان حنون جدا يعني. حتى أتذكر يعني كان يزورنا في المدرسة الداخلي في لبنان، يسأل عنه دائما يعني معانا. كنت أكتب يعني اكتب لك يعني بالعربي، احاول وقتها انه اكتب له مكاتيب. وقتها ما كان في تلفونات، فكنا نبعث له مكاتيب، بس اخر شيء اكتب بالانجليزي ويضحك. هو كان يحتفظ في المكاتيب هذه، يعني كان شيء جميل لانه يحتفظ في مكاتبنا يعني. الله يرحمها مريم وانا. بس طبعا ما عندي يعني من سنة 60 اللي تركت فيها الكويت حتى ما رجعت 74، طبعا هذه الفترة كنت بعيدة عن يعني أخوي اللي ظلوا يعني مثل أختي شيخة الله يرحمها درست في الكويت، فأخوي فهد. فكان يعني أتذكر لما الوالدة ولدت فهد جينا من المدرسة الداخلية، يا آخر واحد جينا من المدرسة الداخلية نشوف أخوي. بس هذه يعني كانت هاي الفترة كنت شوية بعيدة عن خواتي يعني. بس كنت دائما مع مريم الله يرحمها. كنت في لبنان؟ نعم. كنت لا معاي مريم الله يرحمها العودة. فكانت هي مثل مو بس اختي، رفيقتي، لانه ما في فرق وقت بالعمر، فكنا دائما مع بعض يعني. فكل مدرسه داخلي مع بعض، في غرفه النوم هني في الكويت قبل ما نطلع كنا اثنين متربيين مع بعض يعني. فعلى الاساس يعني لما فقدتها فقدت مو بس اخت، صديقه واختي. والله يرحمها يعني اثنينهم، الوالد ومريم وشيخه. طبعا شيخة برزت في النفط يعني، وكانت حتى اتذكر الوالد لما صارت هي رئيسة قسم التجارة والتسويق قال لها وصلتي منصب كبير جدا ما عاد في واحد يتقدم لك. فقالت لها انا ما ابي اتزوج يعني. فعلى الاساس يعني انه فدائما كان يحب يشوف بناته ناجحين من غير مساعدته ولا مره انه تستعملوا اسم سعد العبد الله، هذا شيء ممنوع جدا يعني. حتى اتذكر كان طلبنا يوم في هاي القاعه ونادى الوالده واحنا كلنا وقالوا قعدوا، قعدنا دخل وقال ترى انا اليوم بايعوني صرت ولي عهد الكويت، لكن ما تغير شيء، انا بعدني سعد العبد الله ابوكم وما تغير شيء، النظام نفسه، عمكم ما تستعملون اسمي او واسطه او اي شيء بهذه الدرجه. انه كنت اركب خيل وكان عندي فرس، وكان نادي الفروسية لسه ما فتح، فحطيتها بنادي الضباط، درى فيها وزعها قسمها، قال لي قلت لك انا لا تستعملين يعني اسمي أو هذا. والله وراحت الفرس وراحت. فعلى هالاساس تربينا انه اسم سعد العبد الله ابونا بس، لكن فقط هذا ينوقف عند سعد العبد الله يعني. عمري ما استعملت اسمه او لا في الجامعه لا كان في واسطه يعني. حتى ولدي اقول له ما كان في واسطه يعني، اسم سعد العبد الله ما كان واسطه، بالعكس كان بالنسبه لي يعني تقيد بهالاسم يعني، انه نحافظ على الاسم. كان دائما خوفنا انه نغلط يعني نغلط بحقه وهذا. فكان عندنا خوف، صار لكم مثل السور يعني حمايه. الحمد لله يعني هذا اللي احنا عارفينه وعارفين من قبل سعد عبد الله، عبد الله السالم ابوه. فهذا يعني هي موروثات مثل ما تقولين الحمد لله. وهذا اللي جبل، وهذا اللي خلى الشعب يتمسك بحكامه، لانه قاعد يشوف ان حكامه مثله ومعطينا بزيادة يعني من حرية من 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 كل شيء. فالحمد لله يعني. أنا أبي بعد شني سمعت إنه هو كان يسوق السيارة يردكم من الباب. كان يسوق السيارة الشفر أنا محتفظة فيها. حاولت إنه ما يعني إنه ما أغير الدفتر مالها لأنه باسمه، لكن للأسف لازم أغيره إذا بسوقها، لازم يعني أغير دفترها. لدرجة مرة كان نازلين من الجليعة وكان ظلمة والوالد فاتح الدريشة شوية كذي، وكان الضابط
يقول له عطني هويتك، ويقول له البس القبعة. فقلت له يبا فتش التريك خليه يشوف منو انت، لانه هو مو عارف انت من انت، قاعد تصرخ عليه وهذاك يصرخ عليك. فلما نزل هذا قال له طال عمرك طال عمرك انا متاسف، قال روح البس قبعتك وتعال اسالني انا منو. شفتي شلون؟ فكان دائما حريص على يعني لازم النظام يعني لدرجه انه اذا دخل البيت كلنا نوقف، ما انه يدخل واحنا قاعدين، اول ما نسمع ريله داخل البيت كلنا نوقف له. ما شاء الله. فعلى هالاشياء تربينا على هالاشياء. مثلا وايد ناس يسالوني الاتيكيت والبروتوكول من وين تعلمت؟ تعلمت منه هو طبعا. يعني بس هو دارس في يعني مدرسه عسكريه هيرس افتكر هندن سكول. مدرسه هندن. هندن سكول. مدرسه عسكريه. عسكريه عسكريه. فتعلم وعلمكم العسكريه كله. وحتى الوالده نفس ال الوالده نفس الشيء ولا هي احن منا شويه؟ لا هي ام. مهما كانت كانت يعني كنا اذا نبي شيء من ابوي طبعا ندز الوالده لانه ضربه القاضيه نسميها احنا الضربه، نروح احنا يقول لنا لا، فلما يقول لنا لا دائما نقول له الوالده يلا روحي انت ضربه القاضيه ما يقدر يقول لك لا. فكان ما طبعا ما يرفض لها الطلب يعني. فاحنا كان تمام شديد يعني اول شيء يقول قل اسمعنا قبل ما تقول لا على طول. لا انت لا كان دائما يعني انه برهونوا نفسكم اذا تبون شيء اوكي. تمام الحمد لله يعني. يعني علاقه جميله وعلاقه يعني حلوة. وكان اعتماد يعني لقيت القوه يعني لما قررت اقعد في وقت الغزو في الكويت كان القوه اللي انا استمدها كان منه هو يعني استمداد منه قوتي انه اضل في الكويت كان والتحمل كان منه هو يعني. حلو حلو. احنا ودنا ننتقل شويه برا. أبي علاء يعني شنو هذا الشغف اللي فيه للفنون التشكيلية والأدب؟ هذا ما شاء الله أنت يعني كل شيء ورثته من الوالد والوالدة. الوالد كان عنده هواية اقتناء الأنتيكس والوالدة نفس الشيء. فمزجت هذا يعني تقول أمي أنا عندي 5 بنات بس أنت ورثتي هالشيء من ما شاء الله من أبوك وأمك. فعندي كان من أنا صغيرة أحب أجمع أشياء يعني في أشياء كنت محتفظة فيها بس للأسف راحت وقت الغزو يعني من صور من كل كتب. البيت راح؟ كل البيت لأنه هني صار قيادة والله فقدت كل شيء يعني. مع الأسف. وحاولت أجمع يعني البيت لما جيت لقيت صور مقطوطة وأشياء مقطوطة جمعتها. مو عارفين يعني. قيمتها يمكن لا مو عارفين يعني. والباقي يعني راح يعني باع شيء ولا دمروه ولا يعني ما ضل في هذا البيت غير طاولة الأكل مالت الوالد وسريره اللي هو الحين يعني وهم عارفين انه هو بيت الشيخ. اي طبعا طبعا زي ما هدموا ولا حرقوه يعني؟ لا ما طلع على الاقل المبنى يعني مثل ما هو لا قعد سنه ننظف بالبيت هذا سنه ابو الغزو يلا قدرت ارجع اسكن فيه على الاسف. ومنها تعلمتي او خذيتي الهوايه هذه؟ كنت انا مثلا الوالد مثلا والوالده مثلا اذا يبون يشترون شيء قديم يبعثوني انا يعني كل مقتنيات قصر الشعب انا شاريتها. وكان الوالد عنده مثلا يكون في لندن يشوف مثلا فاز يعجبه يقول لي روحي انت ما يعرفون انت بنتي روحي انت كاسري كاسري كاسريهم واذا اتفقتي على السعر انا اطرش السكرتير. شوف يعني مع انه رئيس او رئيس وزراء ويعني مثلا بس هم حريص على انه ياخذ ياخذ الشيء بسعره الحقيقي سعره يعني ما يقول والله يلا اخذوا بس شكل فحريص يعني لا كان حريص جدا وربانا يعني مثلا لما تخرجنا اشترى لنا كل واحده سياره 5 سنين ما تتبدل اذا تبدلينها تدفعين انت الفرق. عسكريه كان عسكريه وكنا على هالشيء تعلمنا معنى الحياه ومعنى كل شيء انك قيمه هذه الاشياء فتعلمنا تحافظين على السياره تحافظين على الاشياء فهو دائما كان يقول انتم تربيتوا في زمن غير زمننا احنا زمننا كان اصعب يعني فانتم بلا الدلع ما كان في دلع ما كان عندنا شيء اسمه دلع بس كان يتذكر اشياء كثيره لدرجه انه مرة في مقابلة فسألتني هالة الدكتورة هالة سرحان شنو ندمتي عليه في حياتك؟ قلت انه ما كملت اخذ الدكتوراه فهو شاف هذا اللقاء فقال لي تحبين تروحين تكملين دكتوراه؟ قلت له الحين كبرت يعني فلما اعطوني الدكتوراه الفخرية من جامعتي
فناداني قال لي هاي العلبه اللي تشولها خاتم الماس، قال هذه هديه الدكتوراه اللي اخذتي. يعني كان اشياء صغيره يتذكرها، عيد ميلاد احد، ورد، يعني غير انه حتى مثلا الاجانب اصدقائه، فكان يعني في صديقه هو الله يرحمه الدكتورة وكان صديقه جدا، كان كل ما نسافر يقول لي ابعثي لهم كارت وي كم وي جو. فما كنت اساله شنو يعني وي كم وي جو، قال لي يعني احنا يعني الله يعني ني ونروح، مره حنروح وما حنرجع يعني. ففهمت شنو قصده، كان عنده هالاحساس الوايد يعني لاصحابه واهله، خاصه اهله والكويتيين. يعني بالنسبه للكويت كانت امه، والكويتيين يعني مثل كان مثل اقول لك تحب الكويتيين اكثر منه، يقول اي احبهم فعلا احنا إيه حاسين إيه. يعني بالنسبه له الكويت كانت كل شيء يعني هي، وافتكر يعني ضحى حياته لهذه الكويت. الله يرحمه الله يرحمه. يعني بدي اسال عن لما يكون في مجلس امه وجلسه مجلس امه وكذي، ما يكون يعني اوس جوابات وكذي، ما يكون متوتر في البيت ولا؟ لا ابدا لا ابدا، ما كان عنده، بالعكس كان حريص انه شغله ما يجي بالبيت. ما يخلط. لا ما يخلط، يوم اللي يدخل فيه في غرفته الخاصه اوكي، يقعد الظهر يقرا اوراق ويقرا هذا، مرات ندخل عليه يكون يقول لي طلعوا انا مشغول مثلا. يعني كان ينام لنص ساعة وبعدين يقعد بالليل يراجع كل شيء، كل شيء لازم يراجع كل شيء هذا. فكانت حياته السياسية، وما كان يتكلم سياسة في البيت، ما كنا يعني هذه السياسة يعني فاصل بين هذا البيت إيه؟ وبين ما دخلنا بالسياسة وما لنا دخل في السياسة ولا أبدا، ولا سؤال ولا 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 شيء. حتى الوالدة يمكن يتكلم مع الوالدة، لكن معنا أبدا يعني ما كنا. معيشكم الجو المتوتر اللي مثلا يشوفه برا؟ لا 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 أبدا أبدا، ما كان ما كان أبدا. يعني شيخة حسا احنا وايد مستمتعين، وبدي اعرف العلاقه بينك وبين خواتك. علاقه ممتازه. الله يرحم المتوفين والله يذكر بالخير الموجودين. اي لا، علاقتنا كانت علاقه جدا، يعني احنا تربينا اثنين باثنين باثنين، يعني مريم وانا، جمايل وشيخه، وفادي وفهد، فصرنا كل اثنين تربوا مع بعض. فبالعكس علاقة جدا يعني كانت، احنا أسرة صغيرة يعني أبوي أمي، ما عندي عمات، وعندي خالات، لكن خالاتي كلهم كانوا ساكنين برا في الخارج، فيعني ما كل أمي وأبوي ويدتي وأنتوا هاي الفلوس، أسرة أسرة يعني كلش صغيرة يعني، وستة اثنين. فعشان كذي يعني كنا دائما مع بعض، يعني سفرتنا مع بعض، ما كنا نفترق، كلنا ساكنين في بيت واحد وكل اثنين ساكنين في غرفة. الله يديم ان شاء الله، فهذه هي يعني ويديم الوصل ويديمكم ان شاء الله على بالكويت وعلى الكويت وحكام الكويت. واحنا يعني مثل ما تقولين اليوم وايد يعني استانسنا وما ودنا نخلص، بس نبي منك وعد انك تسوين معنا حلقة ثانية. إن شاء الله من عيوني. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إحنا ما ودنا نختم بس مضطرين إن نختم، فشكرا شيخة حصة، ومع السلامة. أعزائي المشاهدين انتظرونا في حلقة أخرى مع الشيخة حصة، مع ألف سلامة.